ومن الفوائد المتعلقة بالشتاء أن ابن رجب رحمه الله ذكر عن الأصمعي في لطائف المعارف أن العرب كانت تسميه بالفاضح. لما؟ لأنه يبين ويظهر حال الفقراء وحال العجزة. ولذلك مسعر ابن كدام مر على رجل ولست عليه ملابس في فصل الشتاء، ذكر هذه القصة أبو نعيم في حلية الأولياء أنه مر على رجل وكان ينشد بعض الأشعار، يقول: جاء الشتاء وليس عندي درهم، ولقد يخص بمثل ذاك المسلم، قد قطع الناس الجلباب وغيرها، وكأنني بفناء مكة محرم. فأخذ رحمه الله جبته وأعطاه إياها.